العشوائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره جامعات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، ووزاره الشباب والرياضه. في الموسم السادس من العباقره جامعات، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في المربع الذهبي كل نقطة بعشرين ألف جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 22 مليون و790 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المربع الذهبي. أول جمعة مشرفانا في الاستوديو فريق متألق يبحث عن التأهل للنهائي للمرة الثانية. كسبوا الأربع ماتشات 595 نقطة، إجابات صحيحة. من مدينة البواسل نرحب كلنا بجامعة السويس. جامعة السويس تأسست لخدمة مجتمع السويس وسيناء والبحر الأحمر ومحور قناة السويس بوجه خاص بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2012. تضم الجامعة 16 كلية ومعهدا، ومنها هندسة البترول والتعدين، التربية، التجارة، العلوم، الأداب، السياسة والاقتصاد، الإعلام، والحاسبات والمعلومات. هيمثل جامعة السويس في ماتش النهاردة سبع طلاب، هيبتدي منهم أربعة. أنا متوترة النهاردة لأن النهاردة أول ماتش ليا في نص نهائي، وجامعة أسيوط جامعة كبيرة، وأعتقد إن الماتش هيبقى صعب جدا، ولكن إن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نكسب المباراة ونوصل للنهائي. حمس اول ماتش النهارده بعد ما قطعنا شوط طويل في البطوله وعدينا ماتشات صعبه جدا، وان شاء الله نكسب ماتش النهارده ونوصل للنهائي. فوزنا على جامعه اسكندريه ادانا ثقه اكتر، وجايين النهارده نتمنى ان احنا نادي اداء كويس ونشرف جامعتنا. مبسوطين بالاداء اللي احنا وصلنا له، وان شاء الله ايا كانت نتيجه ماتش النهارده فاحنا فخورين وراضيين ان احنا وصلنا لنص النهائي. جامعه السويس الحمد لله على السلامه. السلام والف مبروك طبعا الوصول للمربع الذهبي. الله يبارك في حضرتك. مش سهله دي يا ندى. اه طبعا مش سهله. ايه رايك؟ ايوه طبعا ما كانتش سهله. جامعه اسكندريه جامعه كبيره وفريق بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يوفقهم في كل ما هو قادم. فان احنا نصعد على حساب جامعه اسكندريه ده شيء كبير جدا. يعني انتوا الفريق الوحيد اللي وصل للمربع الذهبي بالعلامه الكامله. الحمد لله ان شاء الله، يعني ان شاء الله نكملها باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. محمد هشام تقيم الموسم ده ازاي؟ الصراحة أنا ما كنتش متوقع الفريق يوصل للمرحلة دي. فعلا أنا كنت بمشي كل مرحلة اللي هو إن شاء الله هنعدي التصفيات، اللي هو كل خطوة بخطوة، مباراة مباراة. ففكرة إن إحنا وصلنا نص النهائي، أنا الصراحة يعني أنا فخور بالفريق بتاعي اللي هو إن هو قدر يوصل المرحلة دي. فاكرين محمد هشام قال إيه في أول حلقة؟ نلعب فور فن. جايين نلعب فور فن. أيوه بالظبط كده، جايين نلعب فور فن، بس الفن قال بجد. أيا كانت النتيجة النهاردة أنا يعني مبسوط بالفريق عمله. وانا كمان الحقيقه فخور بيكم، ما كنتش متوقع ان جامعه السويس هتادي الاداء ده. برافو عليكم. ميرنا شعورك ايه؟ والله يعني فرحانه جدا ان انا بحقق حاجه مع الناس دي بالذات، يعني هم بصراحه يستحقوا بجد. احنا تعبنا جدا يعني الفتره اللي فاتت في التحضير، فيعني ربنا يتمها على خير كده ان شاء الله ونوصل فاينل. ماتش النهارده ماتش صعب جدا ان شاء الله يبقى يسير علينا ان شاء الله. يعني بتلعبوا فريق عنده خبره مش عاديه. ايه رايك يا يوسف؟ هذا اكيد فاهم، بس احنا المفروض اكتسبنا خبره من الماتشات اللي فاتت، فان شاء الله نعرف نطبقها النهارده. تمام. جامعه السويس ماتش النهارده بالنسبه لكم نقطه فارقه في تاريخ الجامعه، محتاجين تركزوا وبتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعه السويس. اما الجامعه الثانيه واللي مشرفانا في الاستوديو اتهزموا في اول مباراه، وكانت فرصه عظيمه
لتصحيح المسار وأصيف الموسم الرابع والخامس 705 نقطة إجابات صحيحة، أعلى سكور في الموسم. خير ممثل لوجه إبلي. رحب كلنا بجامعة أسيوط. جامعة أسيوط افتتحت عام 1957 وهي أول جامعة إقليمية على مستوى الجمهورية، تعمل على إعداد خريجين مزودين بأصول المعرفة العلمية المتخصصة ومدربين تدريباً عالياً على المهارات المطلوبة مع توافق برامج الجامعة مع المتغيرات العصرية. تضم مختلف الكليات النظرية والعملية وبعض المعاهد العليا وقاعات مجهزة للمؤتمرات وقرية أولمبية ومدينة جامعية. هيمثل جامعة أسيوط في ماتش النهاردة 6 طلاب، هيبتدي منهم 4. دي تالت سنة على التوالي جامعة أسيوط توصل للسيمي فاينل، وده ما كانش بالساهل، ده كان بعد تعب ومجهود كبير جدا من كل الفريق، فأمل إن احنا نفوز في ماتش النهاردة ونوصل فاينل ونحقق كاس المركز الأول. مبسوط بوصولنا المربع الذهبي، ومبسوط أكتر بأن كل إجابة صحيحة بنجاوبها بتحول لفلوس في خزنة البنك الأهلي المصري عشان تساهم في تنمية الخدمات المجتمعية. بعد الخسارة من جامعة المنصورة استعدينا أكتر بكتير عشان نقدر إن احنا نعدي دور المجموعات. طبعا الاستعداد للسيمي فاينل مختلف، بس إن شاء الله نقدر إن احنا نكسبه ونرجع بكاس من كؤوس العباقرة. أكيد جامعة السويس السنة دي استعدوا كويس وهيكونوا منافس صعب لينا، لازم نقدم مباراة مثالية عشان نقدر نفوز عليهم ونتأهل للمباراة النهائية. جامعة أسيوط الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرتك. أعلى سكور في التصفيات وأعلى سكور لحد النهاردة. الحمد لله. وكل ما بتتزنقوا بتروح تجيبوا كلاوديا. ازيك يا كلاوديا؟ الحمد لله. بنفتقدك الحقيقة. الله يسلمك. مش بس عشان الإجابات، بنفتقد روحك الجميلة في الحلقة. ميرسي. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. إحساسك إيه بماتش النهاردة؟ هو يعني انا مبسوطه ان هم الفريق وصلوا، يعني انا لعبت معاهم ماتش واحد بس، بس هم كانوا على قد المسؤوليه يعني، وقدروا ان هم يكسبوا. لا بس ما ننساش المنصوره اديتكم بوكس في اول مباراه. احنا متعودين على كده، بنخسر اول ماتش وبعدين بنوصل نهائي. ان شاء الله نكررها. تحذير شديد اللهجه. شايفين احنا متحفظين، يعني دي خطه. انا احتفظ يعني الهزيمه بتاعت اول مباراه دي مدروسه. ايه طبعا طبعا. هم فريق يحترم الصراحة، ناس شاطرة ومجتهدة ويعني عندهم معلومات كتير. هو ماتش مش هيكون سهل، بس يعني إن شاء الله نقدر إن احنا نكسب ونعدي يعني ونوصل فاينل تاني. نفس إحساسك يا إبراهيم؟ أنهي إحساس؟ أصلاً؟ إبراهيم ما جاش. إبراهيم في أسيوط لسه. أفضل لاعب الماتش اللي فات ب 75 نقطة الحقيقة كلنا. إبراهيم الزوقي تألقت الماتش اللي فات. برافو عليك. كلمتك لجامعة السويس. جامعة السويس جامعة قوية، بيستعدوا كويس، عارفين أساسيات ومعهم تيم قوي. إن شاء الله يعني الأفضل هيكسب. وإحنا الأفضل طبعا. لا طبيعي يعني. ربنا هيوفق. وليه رأيك يا مروة؟ لا إن شاء الله يعني ربنا هيوفقنا إحنا الاثنين، لأن إحنا الاثنين اشتغلنا وتعبنا طول الموسم. وأنا بصراحة شخصيا بحب جامعة السويس جدا. بتحبيها ليه؟ هو بصراحة هم كلهم محترمين، يعني هاديين وكمان شاطرين قوي وعارفين هما بيعملوا ايه وواثقين في نفسهم، فانا بحبهم بصراحه يعني شخصيا. كمان انا طبعاً اعرف منه. طبعا بتنقع عليكم شخصيا يعني، مش فاهمين يعني. لا مروه بتتكلم. لا انا بحب بقى السويس، مدينه البواسل، اسم تقيل. اما نقول مدينه البواسل يعني مش بنهزر، ملحمه. تحذير الينا، ما نقدرش ننساها. نحيي كلنا شعب محافظه السويس. طيب ماتش النهاردة طبعا مش هيقبل الاسم على اثنين، يا جامعة أسيوط في النهائي يا جامعة أسيوط خارج المنافسة. بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا جامعة أسيوط. عباقرة الجامعات في الموسم السادس، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي إيه؟ سؤال السرعة. سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: في أي عاصمة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو؟ كلاوديا. باريس. باريس طبعاً إجابة صحيحة.
تم افتتاح المقر الرئيسي 1958. اليونسكو بتصون 1073 موقع في 167 دولة. كلاوديا عاطف، مين يبتدي الأول؟ تفضلوا. جامعة السويس هتبتدوا الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم، فقرة العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. إمتى الجوكر يا شام؟ تمام، علوم. تمام، جغرافيا. والسؤال هو: تم تسجيل أعلى قوة انفجار في التاريخ الحديث لأحد البراكين بقارة آسيا عام 1815، فما هو؟ أدى الانفجار لوفاة أكثر من 10,000 شخص وتدمير أكثر من 35,000 منزل. أسوأ ثوران بركاني على مر التاريخ. يوسف الصديق في السيمي فاينل، وإجابتك؟ أقول مومباي. مومباي، مش موافقين؟ عندكم الإجابة؟ يعني غالبا تعتقد. مش متأكد. هنشوف. منها يوسف الصديق، إجابة خاطئة. فرصة أول 10 نقاط في المباراة لجامعة أسيوط. البدري، كركتوة. الانفجار ده كون جبل بارتفاع 2850 متر. البدري، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: برومو، مرابي، كلود، تامبورا. أنا حاسس إن قريته تامبورا. بداية المباراة وبتاخد ريسك. أصلا حاسس إن هشام حسن موافق. أنا واثق في هشام. واثق في هشام؟ أحبه عادي. وأنا كمان واثق في هشام. إجابة صحيحة. تامبورا فعلا. المعلومة عدت عليك، واضح. 10 نقاط خطفتهم جامعة أسيوط من جامعة السويس. أسيوط، جغرافيا. والسؤال هو: ما هي الدولة التي تمتلك أقصر خط ساحلي بالوطن العربي؟ بطول 26 كيلومتر. إجابتك؟ الأردن. على طول خليج العقبة. إجابة صحيحة. الأولى في آسيا والرابعة على مستوى العالم. جامعة أسيوط 20، جامعة السويس تاريخ. والسؤال هو: من تولى منصب مستشار ألمانيا مرتين فقط بجانب فيلهلم ماركس حتى عام 2023؟ اسمعوا المعلومة دي: أول مرة 1920 لمدة 86 يوم، المرة الثانية من 1928 ل 1930. قبل المنصب كان وزير الخارجية. أقول أدولف هتلر. مستشار 1933. بعد كده يوسف الصديق، أرد لك. إجابة خاطئة. في إجابة؟ إن شاء الله. هندنبرغ. هندنبرغ إجابة مين؟ هي مولودة في النمسا. كلاوديا، إجابة خاطئة. طب تمام. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: أوتو فون بيسمارك، فريدريش إيبرت، هيرمان مولر، أنجيلا ميركل. فريدريش إيبرت إن شاء الله. هو أول مستشار لجمهورية فايمر اللي هي كانت بعد الحرب العالمية الأولى على طول. جمهورية فايمر بعد الحرب العالمية الأولى على طول. بعد الحرب العالمية الأولى. وبعديه هندنبرغ، ما فيش غيرهم لحد هتلر. هو جه بعده وتولى الحكم 28 يوم. كلاوديا، ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط؟ بلاش الحركة دي. مالها الحركة دي؟ بتخوفني. لا ما تخافيش. إجابة خاطئة. طب ما كده هتخافي من الوضع.
ناقص 5 نقط هيرمن مولر. مفيش مشكلة، جامعة أسيوط 15 مش 20. وعندكم سؤال في التاريخ، تاريخ، والسؤال هو في عهد أي رئيس وزراء مصري تم حل الحزب الوطني الديمقراطي؟ طبعاً الحزب الوطني الديمقراطي تأسس في عهد الرئيس محمد أنور السادات 1978، تم حله بعد حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل. 16 إبريل سنة كام؟ 2011. عدد أعضائه كان وصل لمليون وتسعمائة ألف. كمال الجنزوري؟ كمال الجنزوري جي بعده. يوسف الصديق؟ إجابة خاطئة. هيخطفوا منكم البازر، بقول لكم من دلوقتي. فأنا في رأيي ناقص 5 أحسن من زائد 10. حازم الببلاوي، عصام شرف، إبراهيم محلب، هشام أنديل. مش أنا اللي هقول لك صح ولا غلط. البدري. إجابتك؟ لا مش حادي بادي، ده فكر. أنا أقول هشام أنديل. إزاي؟ عصام شرف. بس شفت؟ ناقص 5 أحسن من زائد 10. طبعاً هو الدكتور عصام شرف. يوسف الصديق، إجابة خاطئة. جامعة السويس ناقص 5 وجامعة أسيوط 15. سؤال في الأدب، سويس أدب، والسؤال هو صحفي مصري راحل وألف كتاب مثقفون وعسكر، فمن هو؟ 12/1986 بيحكي فيها عن العلاقة والتوتر بين المثقفين والسلطة السياسية الحاكمة. من أهم المؤرخين في تاريخ مصر الحديث. عبد الوهاب مطوع؟ مش الدكتور عبد الوهاب مطوع، للأسف الشديد. إجابة خاطئة. صراحة عيسى الجمهور بيسقف لك، وإجابة صحيحة طبعا. برافو عليك يا كلاوديا، 10 نقاط. 25 أسيوط ناقص 5 السويس. السويس خلي بالكو حان معاد الجوكر. أدب، والسؤال هو أديبة عربية مؤلفة رواية حبي الأول، فمن هي؟ سحر خليفة. بمنتهى الثقة. لسه سألتها امبارح، سألتهم عليها امبارح. عندنا 3 أدب ما شاء الله. قول لك يا مروة، أنت خطفتي الجوكر من كلاوديا. أنا وهي واحد يعني، احنا كنا مذاكرينها امبارح أصحاب وفريق وكده يعني. إجابة صحيحة. طبعا أديبة فلسطينية مهمة جدا جدا. طبعا بتسلط الضوء في الرواية عن الحياة في فلسطين. بنحييها وبنحيي الشعب الفلسطيني العريق. النتيجة اتغيرت، 45 جامعة أسيوط ناقص 5 جامعة السويس، وحان معاد الجوكر. وسؤال خلي بالكم، علوم، والسؤال هو الدم الذهبي هو الاسم الشائع لأحد أندر فصائل الدم في العالم، فما هي؟ واحد من 6 مليون شخص عنده الفصيلة دي، وهم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم. ندى، إجابتك؟ AB نيجاتيف. AB نيجاتيف. مش تقول إجابة تانية؟ ندى البلتاجي، إجابة خاطئة. ياه، أنا قلت معلومة مهمة. واحد
من 6 مليون. ما هو يا دي يا دي او نيجاتيف. لا البدري إجابة خاطئة. 20 نقطة. يا ناقص 10. 4 اختيارات قصادنا على الشاشة. A سالب، A موجب، RH نل، B سالب. 20 نقطة يا ندى. عايز أقول لك حاجة، ناقص 10 المرة دي هتفرق جامد جدا. أتمنى زائد 20. إجابتك إيه؟ نيجاتيف إن شاء الله. إيه نيجاتيف؟ هي من أندر فصائل الدم، هي أندر من أو نيجاتيف. ندى البلتاجي ناقص 10 نقط. إجابة خاطئة. 1 من كل 6 مليون RH نل. للأسف الشديد جامعة السويس ناقص 15، جامعة أسيوط 45. علوم والسؤال هو، ما هو اسم المركبة الفضائية الوحيدة التي تجاوزت الغلاف الجوي للشمس عام 2022 وبالتحديد في أغسطس 2018؟ مركبة فضائية روبوتية من وكالة ناسا لاستكشاف هالة الشمس الخارجية، انطلقت 2018 زي ما قلت لكم ووصلت 2022. 6.16 مليون كيلومتر مربع من الشمس. جامعة سويس 10 نقاط. سولار باركر. باركر سولر أو مسبار باركر. إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد، برافو عليك، برافو عليك. للأسف الشديد 10 نقاط ولكن ناقص 5. جامعة سويس 45، جامعة أسيوط. مباراة صعبة جدا. جامعة سويس محتاجين تركزوا في الفقرات اللي جاية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب20,000 جنيه، بما يساوي 800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.